وصل المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي إلى القاهرة في زيارة يبحث خلالها مع المسؤولين المصريين أحدث التطورات على الساحة الليبية. ينضم إلينا من القاهرة مراسل الغد محمد الحمراوي. محمد، كيف هي أجواء الزيارة وآخر الملفات المطروحة ما بين الجانبين؟ يعني بالفعل التنسيق القائم بين القاهرة وليبيا مستمر، وهناك تنسيق على أعلى مستوى خاصة على صعيد المستويات العسكرية. هناك لقاءات وزيارات متبادلة وزيارات متتالية لقائد الجيش الليبي إلى القاهرة المشير خليفة حفتر. هذه الزيارة هي الزيارة الثالثة بعد بدء معركة تحرير طرابلس في أبريل الماضي. كان هناك لقاءات سابقة في شهري أبريل ومايو الماضي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هنا في القاهرة، وخلال تلك اللقاءات كان هناك تأكيد مصر على دعم جهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب وردع التنظيمات الإرهابية الموجودة في ليبيا. المشير خليفة حفتر بالفعل وصل بالأمس إلى القاهرة للقاء عدد من المسؤولين المصريين على رأسهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهذا اللقاء سيتناول عدد من اللقاءات أهمها ما يتعلق بالتعرف أو طرح المستجدات الموجودة على الأراضي الليبية في الفترة الأخيرة، خاصة ما يتعلق أيضا بمعركة تحرير طرابلس، ويعني تنسيق الجهود فيما بين البلدين لتأمين الحدود ومنع الهجرة غير الشرعية. وبالتالي هي ملفات مختلفة تحرص مصر وليبيا على التنسيق بشأنها خلال الفترة الماضية والتنسيق للفترة المقبلة في إطار استمرار عملية تحرير طرابلس واستمرار الجهود التي يقوم بها الجيش الليبي. هذه الزيارة وكما أشرت هي الزيارة الثالثة للمشير خليفة حفتر بعد معركة تحرير طرابلس، وكانت هناك أيضا لقاء للسيد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي. أيضا كان هناك لقاء واجتماع لأعضاء مجلس النواب الليبي هنا في القاهرة، وبالتالي هذا اللقاء يأتي في إطار تلك اللقاءات المستمرة والتشاور المستمر بين مصر وليبيا لدعم جهود الجيش الليبي ودعم الدولة الليبية والتنسيق ما بين مصر وليبيا فيما يتعلق يعني ردع الجماعات الإرهابية، وكذلك التنسيق فيما يتعلق بتأمين الحدود بين البلدين. من المقرر بعد قليل أن يكون هناك لقاءات بين المشير خليفة حفتر وعدد من المسؤولين المصريين، وأيضا في انتظار أن يعقد لقاء بين المشير خليفة حفتر والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للتنسيق المستمر بين البلدين في إطار حضور وزيارة المشير خليفة حفتر إلى القاهرة. طيب، هل تم الحديث محمد عن يعني تفاصيل في الاتفاقات العسكرية أو التنسيق العسكري بين البلدين؟ خصوصا أنه هناك تأمين الحدود وأمن قومي كلاهما للآخر. يعني التنسيق العسكري بين مصر وليبيا مستمر منذ فترة طويلة، لكن الفترة الأخيرة حدث فيها يعني نشاط بشكل أكبر وفعالية بشكل أكبر، نظرا لأن المعركة التي تتم الآن في طرابلس يكون من نتائجها أن يكون هناك محاولة لهروب من جانب بعض العناصر الإرهابية من الأراضي الليبية إلى الأراضي المصرية أو إلى السودان. وبالتالي هناك تنسيق على أعلى مستوى ما بين مصر وليبيا خلال الفترة الماضية لمنع تسرب أو يعني هروب هذه العناصر الإرهابية إلى مصر أو خروجها من ليبيا إلى السودان، وبالتالي التنسيق مستمر بين البلدين في هذا الإطار، خاصة وأن اللجنة المعنية بالشأن الليبي أيضا دائمة التواصل مع الجانب الليبي، وكان آخر جهودها الاجتماع الذي عقد في القاهرة في مطلع الشهر الماضي، والذي يعني نتج عنه اجتماع لعدد أكثر من 80 عضوا من أعضاء مجلس النواب الليبي الذين اتفقوا على ضرورة صون وحدة الأراضي الليبية ودعم الجيش الليبي في جهوده التي يقوم بها. كان هناك أيضا طرح لفكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن هذا الأمر تم إرجاؤه إلى حين الانتهاء من المعركة العسكرية وحين تحرير أيضا إتمام العملية الخاصة بتحرير طرابلس. إذن من القاهرة مراسل الغد محمد الحمراوي، شكرا لك.